مساء الخير مشاهدينا، اهلا بيكم في فقره جديده من برنامجنا توك شو بالعربي. فقرتنا النهارده هنتكلم فيها عن مرض من اخطر الامراض اللي بتواجه ناس كتير مننا، وهو مرض القلب، وهنعرف ازاي نتعامل معاه ونتعالج منه وباحدث الطرق وبامن الطرق. كل ده واكتر هنعرفه مع ضيف حلقتنا اللي منورنا، دكتور رامي اسماعيل، زميل ابحاث القلب بجامعه جلاسكو ببريطانيا. اهلا بحضرتك يا ازيك دكتور. يا نور، انت اللي منوره. اهلا بيكي. اهلا بيك يا دكتور، شرفت بحضرتك. تمام، في البداية دكتور حابين نعرف في ايه هي امراض القلب. كويس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت لما كلمتيني النهارده وقلت لي نختار يعني تايتل الحلقة او موضوع الحلقة، اخترت موضوع قصور القلب او ضيق شرايين القلب او قصور الشرايين التاجية للقلب. زي ما سألتيني في الاول ايه هو الموضوع ده، ربنا لما خلق القلب بتاعنا، حتى احنا جايبين صور معانا لو ممكن نبقى نعرضها. القلب ده مضخة بتضخ الدم لكل الجسم، وبيضخ الدم في شرايين، شريان كبير طالع من القلب بيدي فروع بعد كده للراس والايد والرجل يغذي الجسم كله. وهو نفسه القلب قبل ما يطلع اي فرع لاي حته في الجسم، القلب نفسه بيضخ شريان رئيسي كده اسمه الشريان الاورطي. الشريان الاورطي ده اول ما بيطلع بيلف كده ويدي فرعين للمخ وفرعين للدراع، وبعدين ينزل يدي فروع للصدر، وبعدين ينزل يدي فروع للبطن والكبد والكلى، وبعدين يتقسم واحد للرجل دي واحد للرجل دي. يبقى القلب غذى الجسم كله. قبل ما يطلع اي فرع بيطلع فرعين ليه هو شخصيا، شريان يمين القلب وشريان شمال القلب، اسمهم الشرايين التاجية عشان بيلف حوالين القلب زي التاج. لما الشرايين دي بتضيق او تتسد او تتقفل يسموا ده ضيق الشرايين التاجية للقلب، او قصور الشرايين التاجية للقلب، او ضيق شرايين القلب، او جلطة في القلب، او ذبحة صدرية. دي كلها معناها واحد، ان الشرايين اللي بتغذي القلب زي الشرايين كده اللي بتغذي الايد او بتغذي الرجل اتسدت او ضيقت او اتقفلت. طب يا دكتور، وده اكتر مرض في القلب منتشر يعني. بالظبط. طيب ايه اللي بيسببه؟ يعني ايه اسبابه؟ ممتاز. الاسباب دي احنا بنقولها عشان خاطر ما نعملهاش، نتجنبها. يبقى السؤال بتاعنا ايه الاسباب اللي تخلي شرايين قلبي تضيق؟ مفيش سبب معين كده لما اعمله يخلي شراييني تضيق، بس في كذا سبب مع بعض، فسموهم العلماء عوامل الخطوره اللي تبقى خطر ان ممكن شريان يتقفل من الشرايين بتاعت قلبي اللي هو مهم قوي، ممكن اموت. طب ايه الحاجات اللي تسد شرايين القلب؟ خمس او ست حاجات. اولهم التدخين. التدخين باستمرار 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 مع السنين الطويله يضيق شرايين القلب. اي واحد بيدخن حتى من اللي معانا في القناه، لو جيت بعد شويه عملت له كده اشعه اشوف شرايين قلبه هلاقي فيها شويه دهون مترسبه وضيقه. اهو ده صوره للقلب اللي على الشاشه دي، والشريان الكبير اللي احمر اللي طالع ولافف ده وطالع منه ثلاث فروع فوق ده اسمه الشريان الاورطي، وده الشريان الرئيسي. والشريان الازرق اللي جنبه اللي مدي فرعين ده الشريان الرئوي اللي بيغذي الرئه، عشان كده واخد دم مليان ثاني اكسيد الكربون لونه ازرق رايح للرئه بياخد بقى اكسجين فيرجع لونه احمر ثاني. الحبلين او الفتلتين او الفرعين او الشريانين اللي ماشيين زي التعابين كده الصغننه على القلب دي، هي دي الشرايين التاجيه اللي بتغذي القلب، ويسموها ايه الشرايين التاجية عشان كده، عشان هي لفة حوالين القلب، واحد قدام وواحد في الجنب وواحد تاني من الظهر، فعاملين شبكة حوالين القلب كده عشان يغذوا كل حتة من القلب. الفرعين دول الفرع اليمين والفرع الشمال اللي معدي قدام القلب دول طالعين من الشريان الأورطي الكبير. في صورة تانية لينا خلينا نشوفها كده هتلاقي الدنيا واضحة أكتر. ده القلب بس من جوه مفتوح نصين، نص شمال ونص يمين، كنا خدناهم زمان في المدرسة، بطين أيسر وبطين أيمن، وأذين أيمن فوق وأذين أيسر، واللي لهم ابيض المدورين دول الصمامات بتاعه القلب اللي بتخلي الدم يعدي ما يرجعش تاني، الصمام النترالي والصمام الاورطي والصمام الثلاثي والصمام الرئوي. والشرايين بتاعه القلب بتطلع من بره حوالين القلب عشان تغذي القلب عشان يفضل يدق باستمرار، والعضل يتحرك والدم يتضخ من الشرايين والصمامات تفتح وتقفل. حاجه معقده وصعبه قوي، حرام ان انا ابوظها باني اقعد ادخن، ودي اول حاجه تبوظ شرايين القلب التدخين. تاني حاجه السكر. مفيش عيان عنده سكر يعتبروه العلماء الا وهو مريض قلب، يعني انسان عنده السكر حتى لو سكره مظبوط طبعا لما يكون عالي اوحش، يعتبر انسان عنده جلطه في القلب ما لم يثبت العكس. يعني ايه؟ يعني الانسان اللي عنده سكر كانه انسان ما عندوش سكر جاله جلطه قبل كده. يعني اعمل له ايه؟ اعالجه على ان جاله جلطه، اديله ادويه تعمل سيوله، واديله اسبرين، واديله دواء دهوني يوسع الشرايين وحافظ على سكره ما يعلاش وحافظ على ضغطه، دي تاني حاجه. ثالث حاجه الضغط، رابع حاجة قلة الحركة، خامس حاجة ان الواحد ياكل وينام، سادس حاجة الكوليسترول العالي او الدهون العالية. كلها حاجات من الاكل، يعني سجاير من الاكل، الملح يعلي الضغط، السكر يجيب السكر، الدهون تعلي الكوليسترول. يعني اللي يبوظ القلب البق، الاكل الكتير. طيب بس ايه الاعراض؟ يعني اعرف ازاي ان انا عندي المرض ده؟ كويس، اعرف ازاي ان شرايين قلبي ضيقة؟ تيجي تكشف عند الدكتور رامي يقول لك شرايينك ضيقة. لا سهل قوي. تعرف ان لو واحد بيكلمني، واحد مثلا قاعد سامعنا دلوقتي بيدخن كتير،
او انت ليك حد قريبك عنده سكر او ضغط او بيدخن وشرايين قلبه بتضيق بقى، الله اعلم. طب اعرف منين بقى انها ضيقت قوي او ان خلاص قربت تتسد؟ انه يحس بوجع في قلبه، بس مش اي وجع وخلاص. ما انا ممكن يجي لي نغزه كده عشان التكييف عالي هنا في الاستوديو فاقول فيبقى وجع اهو في قلبي، لا ده اونطه. ده لما يكون نغزه على الشمال كده دي اونطه. طب ممكن يجي لي شويه حموضه في معدتي تقوم عامله نار في صدري كده، بس دي لما اكل وعامله زي الحموضه برضو دي اونطه. امال بتاعه القلب بقى اللي هي لو حصلت يبقى شرايين قلبي ضيقه، ان يجي لي وجع مع المجهود وانا بشغل القلب. طب وازاي اشغل قلبي؟ لما اقوم اجري. طب والطبيعي يحصل ايه لما اقوم اجري؟ اجري 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 انهك شويه وخلاص. طب امال لو شرايين قلبي ضيقه؟ اجري 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 وانهج ويجي لي وجع في صدري يخليني اقف وانا بجري، ولازم اقف، وبعد ما اقف دقيقه دقيقتين كده يروح. لو شفتي واحد طالع السلم وعمل كده يبقى شرايين قلبه ضيقه من غير ما ينطق، بس مجرد الم في الصدر بالذات في النص، لان القلب في النص مش في الشمال او في اليمين، القلب في النص مايل شمال شويه. فلو جالي وجع في النص ساعات يسمع في الرقبه زي الدبح كده، عشان كده كانوا يسموه ذبح، او يسمع في الظهر او في الدراعات او في الكتف. بس المهم انه بيجي لي بالمجهود ويخليني اقف، واول ما اقف يروح بعدها بشويه، قفشه، حرقان، سكينه، حجر، يبقى ده معناه ان شرايين قلبي ضيقه. يبقى انا كده اخد بالي واروح للدكتور هشوف بقى اذا كنت بدخن ابطل، اذا كنت باكل دهون ابطل، اذا كنت باكل وانام ما اعملش كده، امشي كتير، انزل الكرش، اخس شويه، اظبط السكر، اظبط الضغط، اخد ادويه توسع الشرايين، عشان ده معناه ان شرايين قلبي ضيقه، ما دام بيجي لي وجع يوقف. تمام يا دكتور، ايه احدث وامن طرق العلاج؟ ممتاز. في طرق علاج كتير قوي لو واحد شرايين قلبه ضيقه. يعني لو واحد دخل دلوقتي في المستشفى او في العياده وقال لي يا دكتور انا بحس بوجع كده وانا طالع السلم وانا ماشي، اقف، امشي شويه تانية يجي لي وجع، اقف، بالذات لما اكون واكل او لما امشي بسرعه او لمد، اقول له ده معناه يا حاج احمد ان شرايين قلبك ضيقه. انت عندك سكر؟ اه. عندك ضغط؟ والله بيعلى شويه، بتدخن بقالي 20 سنه، تاكل دهون كتير بحبها. قال لي بقى اللي قاله. في طريقتين للعلاج، طريقه معتاده وطريقه تانية حديثه، ودي اللي عايزين نتكلم عنها النهارده وجايين علشانها. الطريقه المعتاده ان انا اعمل له قسطره واركب له دعامه. قسطره دي يعني زي انبوبه كده بدخلها من الشريان بتاع ايده او من الشريان بتاع رجله، وكل الشرايين دي جايه من القلب. فلما ادخل كده هترجع تاني للقلب، وبعدين ادخل للشريان اليمين القلب او شمال القلب، واحقن صبغه هقوم اشوفه يا ترى ماشي حلو كده ولا ماشي حلو كده، وفي حته فيها دهنه ايه ضيقه ضيقه، وبعدين مكمل حلو، اقوم داخل بقى عند الحته اللي فيها دهنه دي واقوم نافخ بالونه واقوم حاطط دعام. انا كده زقيت الدهن ووسعت السكه، بس ما شلتوش الدهن، لسه جوه الكوليسترول والدهون اللي سده، انا بس نفختها بالبالونه، زقيتها على جنبه وحطيت حته حديده، لكن هي لسه جوه. بعد شويه لو العيان فضل ياكل دهون برده ويشرب سجاير هتخش دهون تاني جوه الحديده دي او نفس الدهون دي وتضيق تاني ويرجع له نفس الوجع تاني، وما عملناش حاجه بعد كام شهر. يعني هي مش علاج دائم؟ لا، هي مسكن مؤقت. مسكن عشان بتزق الدهون مش بتشيلها. يعني مش انا بعد ما ركبت الدعامه فالدكتور بيقول لي احنا حطينا دعامه والدهون اهي، لا، الدهون لسه جوه احنا زقيناها. ان العيان ما بطلش دهون وبطل سجاير وعمل، هيرجع له نفس الوجع تاني واوحش، وساعتها مش اللي هيتسد شريان، اللي هيتسد حاجه غريبه، جسم غريب، معدن، هيبقى انسداده ارخم، يمكن ما اعرفش اخش تاني واعمل دعامه تاني. ممكن ساعتها اقول له ده انت محتاج بقى نفتح صدرك ونجيب شريان من ايدك او من رجلك ونعمل كوبري اللي هو عمليه قلب مفتوح. فهي بقت حاجه مؤقته اقدر اخد بيها حل. طيب، لذلك الدعامه مفيده اكتر، او يعني اخترعوها اصلا للعيان اللي شريانه اتسد. واحد شريانه اتسد اتقفل، دلوقتي لازم اخش وانفخ بالونه واحط دعامه والا حته من القلب تموت. انما اخترعت الدعامات اصلا لهذا السبب. ولو عيان جاله جلطه في القلب وراح بسرعه وعمل بالونه ودعامه ساعتها يبقى استفاد، لو اتاخر يبقى كمان دي طلعت اونطه. ليه؟ لانك انت لو اتاخرت وواحد جاله جلطه، وهقول لك تعرف ازاي الجلطه، وتاخر عن انه يروح للمستشفى في وقت بسرعه وعمل توسيع بس بعد ساعتين ثلاثه اربعه خمسه تاني يوم، هيكون حته من القلب ماتت خلاص، ما انت قافل. طب اعرف منين بالمناسبه كده في وسط الكلام ان انا عندي جلطه في القلب؟ لما يجي الوجع ده فجاه، واحد قاعد كده في امان الله بس كان امبارح زياده، شرب سجاير زياده، اتنرفز زياده، فجاله وجع، يا اولاد سيبوني مش عارف ايه، وعرق بقى جامد جامد، ومن كتر الوجع ممكن يرجع ويدوخ ونفسه يتخنق، وعنده 40 50 سنه وكان بيدخن، اعرف انه بيدخن، وعنده سكر او عنده ضغط او تخين شويه، وعمل كده وعرق، هذه جلطه الى ان يثبت العكس. ما اقعدش اقول له دي حموضه، خد فوار، وده نغزه، ادهن ابو فاس، لا لا لا، اتعامل معاه بجديه. طب اعمل له ايه؟ دي اول حاجه، اول حاجه اجيب اسبرين من الصيدليه، الاسبرين بتاع الاطفال ده الاسبوسيد، ادي له خمس وحدات يقرقشهم. ليه؟ يعملوا سيوله في الدم. طب اعمل له ايه تاني؟
روح بسرعه اقرب مستشفى بعد ما ياخد الاسبرين يعملوا له رسم قلب. رسم قلب ده يعني هيبين اذا كان الوجع ده جلطه ولا لا. هيبين بوضوح. طب ومفيش حاجه تانية تعمل له تحليل اسمه تحليل جلطه القلب او تحليل انزيمات القلب؟ لقيت الانزيمات قليله يبقى الحمد لله مش جلطه، لقيت الانزيمات عاليه لا دي جلطه. طب ونعمل ايه بسرعه كده في خلال ساعه او ساعتين ماكسيموم ثلاثه، لان بعد كده هتكون الحته من القلب ماتت، نفتح الشريان اللي بيغذي الحته دي من القلب لحسن الحته دي تموت، ويبقى ساعتها ملوش لازمه الدعامه. فالدعامه مفيده في الحاله دي. طب يا دكتور، بالنسبه للناس اللي هي بتكون كويسه جدا وحالتها كويسه وفجاه بيجي لهم زي ذبحه صدريه، كويس دي بنتعامل معاها ازاي؟ كويس، لو تلاحظي انا من كلامي قلت ان اول حاجه تعرفها ان دي جلطه في القلب من الالم الشديد والعرق والترجيع. الحاجه اللي تعملها اول حاجه انك تدي له اسبرين، 5 حبات اسبرين يعني عشان تاخده على المستشفى يعمل رسم قلب وتحليل انزيمات قلب. الاهم من كده بقى، وده اللي كان بقيه السؤال اللي فات او جزء من السؤال اللي جاي، طب ايه الطريقه الجديده اللي عالج بيها العيان غير العيان اللي عنده جلطه ده؟ لازم اعمل له دعامه بسرعه. عيان ما عندوش جلطه ولا حاجه، ده بس كل ما بيمشي ولا يطلع مطلع ولا يطلع سلم يجي له قفشه او حرقان يوقفه، وده اللي قلنا عنده ذبحه صدريه بيسموها مستقره، يعني بتيجي مع المجهود. وانت بتقول ان معظم الحالات دي بنعالجها بقسطره ونوسع الشريان ودعامه، طب ايه الطرق الجديده اللي نعالج بيها الحالات دي؟ والطريقه الاسهل كمان للعيان، بدل ما اعمل قسطره وادفعه فلوس واركب دعامه ويبقى حطيت جسم غريب ويتسد، وهو الموضوع مش جامد، ما جالوش جلطه ده بس بيمشي بيجي له قفشه، هو جاي لي عشان كده عايز يمشي ما يجيلوش، كان الاول ما كانش كده، كان بيطلع وينزل ويتحرك. بس ناس كتير قوي بتستخدم القسطره بيستسهلوها. لعل كده لعل كده، ولو انها مش الافيد للعيان، الافيد للعيان بقى انك تعكس الحاجات الغلط اللي عملها. يعني هو ايه اللي خلى عنده دهون جوه الشرايين؟ الشريان انبوبه ماشيه كده، وبعدين قعد يرسب دهون 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 في سنين طويله، جت منين الدهون دي؟ عشان هو من بياكل الاكل دهون. الغلط. عشان هو بياكل غلط، عشان بياكل وينام، عشان بيدخن، عشان ما بيصحاش يصلي الفجر. صلاه الفجر بتفيد قوي في تقليل الدهون، لانها بتخلي الدهون بدل ما تترسب لا انت بتقوم فتتحرك وبعدين تنام تاني، غير لما بتفضل نايم. معظم الازمات بتيجي بسبب واحد نايم 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 صحي على ازمه، لكن اللي بيصحى في وقت الفجر وحتى لو نام تاني بعدها خلاص كسر الترسب بتاع الدم ده. فهو بيعمل الحاجات الغلط دي فالدهون اترسبت. طب لو قلت له بقى اعكس اللي انت بتعمله يا عم حسين، يعني ما تاكلش دهون، ما تاكلش ملح كتير، ما تاكلش حلويات كتير، ما تاكلش وتنام، امشي كتير، نزل الكرش، انت وزنك 80 كيلو وانت مفروض تبقى 60، خلاص انزل 80 75 70 65، نزل هو 10 15 كيلو، ما بقاش يدخن، ما بقاش ياكل دهون، بقى ياكل مسلوق ومشوي ونيف ني وعلى البخار، ما بقاش ياكل وينام، بقى بالليل ياكل زبدايه ولا خس ولا جبنه قريش، بدل ما كان عنده كرش الكرش نزل، بدل ما كان بيشرب سجاير بطل سجاير، سكره دايما 300 و400، ظبط الدواء ولا الانسولين لحد ما بقى سكره 100 100 وحاجه، ضغطه دايما 170 180 بقى ضغطه 120 80، ضربات قلبه دايما سريعه 100 دقه في الدقيقه، ادينا له ادويه ضربات قلبه بقت 60 دقه في الدقيقه، القلب هادي. ده في خلال شهرين 3 4 هيكون القفشه راحت من غير ما نعمل له قسطره، وانت كده ما ضحكتش عليه ونفخت دهون فزقتها على جنب فالسكه سلكت، لا انت خليت الدهون تدوب زي ما ترسبت. فانت كده ما عملتش مسكن مؤقت، انت عملت علاج دائم. وطول ما هو حلو كده وماشي حلو وقاعد بيخس وبياكل حلو، طول ما الدهون قاعده بتقل والوجع بيقل مع الادويه اللي انت بتديها له بتساعده، تدي له ادويه توسع الشرايين وادويه تعمل سيوله وادويه تادي ضربات القلب وادويه تظبط الضغط وادويه تظبط السكر وادويه تنزل الكوليسترول، يبقى اديته 5 6 7 ادويه وظبطت له الاكل بتاعه وحياته، يبقى انت كده عالجته شلت الدهون. احسن اعمل له قسطره ودعامه بالافات وبرضه ادي له 6 7 8 10 ادويه وفي الاخر الوجع راح عنده وبعد كده يرجع له تاني. ودي الطريقه اللي اتعمل عليها بحث، مره عملوا بحث حلو قوي، قالوا طيب ما نجيب العيانين اللي بيجي لهم وجع في صدرهم ويمشوا وعندهم شرايين ضيقه، وناخد 100,000 عيان او 200,000، 100,000 عيان نعمل لهم قسطره ودعامه مثلا، و100,000 عيان تانيين نديهم دواء ونخسسهم ونظبطهم ونشوف هيجرى ايه. وكانت النتيجه كالتالي، حتى الدراسه دي مترجمه، لو دخلت كده على النت يا نور كتبتي دراسه تبين الفرق بين العلاج الدوائي الامثل وبين العلاج بالقسطره والجراحه والدعامه للمرضى اللي عندهم ذبحه صدريه مستقره او ضيق في شرايين القلب او بيجي له وجع يوقفه لما يمشي. هتلاقي النتيجه بتقول ان اللي عملوا قسطره مش اقل في المضاعفات، ده حصل لهم مضاعفات كتير وقلبهم رجع يوجعوا تاني والدهون اترسبت تاني. يعني ودفعوا حضرتك تكلفة ما أكتر. بتفضلش القسطره خالص في الحالات اللي الدواء نفع فيها، عيان بيتحرك ومش قادر يمشي وبعد شهر ولا اتنين وخد الدواء بقى يمشي ويجري ويطلع سلم والقفشه راحت وزميله التاني عمل قسطره وجات له القفشه تاني، يبقى مين احسن لي؟
لا احسن لي امشي كده. امال امتى اعمل معاه قسطره؟ لو مشيت معاه بالدواء وظبطت كل حاجه ولقيت الوجع ما بيقلش او بيقل خفيف قوي او بيزيد اكتر او بقى يجي له حتى من غير ما يمشي، ده بيجي له وهو قاعد، او ساعتها ده اللي خاف منه، لا يكون شريان اولي مقفول، الشريان الجذع الرئيسي مقفول، ده ساعتها لازم نتعامل معاه بطريقه اقوى من كده. لكن معظم العيانين اللي هو طول ما هو قاعد كويس بس لما بيمشي بيتعب، او ده لو ظبطت له اكله واديته ادويه توفر عليه قسطره ودعامات ويتحسن بنسبه كبيره جدا بدون ما تحط حاجه غريبه جوه جسمه من غير ما تعمل مضاعفات، وانت كده عالجت ودوبت الدهون احسن ما تزقها وتسكنها بس كده. تمام، عايزين من حضرتك نصيحه علشان كل واحد يفضل محافظ على سلامه قلبه. مش هقول لك حاضر، نصيحه كده غاليه عشان تحافظ على قلبك. عكس اللي انا قلته في النص ساعه اللي فاتت، يعني كل حاجه بتبوظ القلب ما نعملهاش. اكتر حاجة بتبوظ القلب والكبد والكلى والسنان، دكتور عمر طالع كمان شوية اسنان، هتلاقي الاكل. يعني حتى لما جه مرة هدية هدايا جات للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان من ضمنهم طبيب، فقبل كل الهدايا ورجع الطبيب فقال له لا حاجة لنا بك، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع. يعني ما بناكلش الا لما نبقى جعانين، ولما نيجي نحط الاكل وناكل ما نشبعش، ناكل شويه صغننين نقوم واحنا جعانين، ناكل نص بطن او ربع بطن. حتى الحديث نفسه بيقول بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، يعني كفايه عليك لقمتين كده يقوموك. فان كان لابد فاعلا، يعني لو لازم بقى تاكل، فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي، يعني التلت والتلت والتلت دي جت في الاخر لما واحد يعني مش قادر لازم يفرتك الاكل، ياكل تلت وتلت وتلت. لكن الاساس ايه؟ انه حتى ما ياكلش تلت تلت، ياكل لقمه تقومه. ان شاء الله تاكل 10 مرات في اليوم، ده في علم دلوقتي في امريكا كبير قوي اسمه علم اللقيمات، انك تاكل لقمتين وتقوم لقمتين وتقوم. ان شاء الله تاكل 9 10 مرات بس كل مره لقمتين، احسن ما تاكل مره واحده وتدبها. يا دي تؤذي القلب كتير قوي. بشوف ناس 30 سنه و35 سنه ولا عنده يا عيني سكر ولا ضغط ولا بيدخن ولا اي حاجه، شاب صغير وجاله جلطه في قلبه ولا بيعمل اي حاجه ولا بيدخن ولا عنده السكر ولا ده ولا الكلام اللي انا قلته ده. بيكون ايه السبب بقى؟ الاكل والتدخين. بياكل وينام، بياكل وينام. يقول لي انا متخرج بقالي 5 6 سنين بشتغل طول النهار، بروح الساعه 9 بالليل ادبها وانام كل يوم بقالي 5 سنين على كده. هو ده يجي له جلطه في القلب اسرع من اللي بيدخن، وهو في السن ده وهو في الثلاثينات. لسه كنت شايف واحد امبارح وعمل دعامه وبعدين حصل عنده ضيق في شريانين، واحد قدام القلب وواحد الايسر الخلفي، فعمل ايه؟ راح نافخ بالونه وحط دعامه، دكتور حط له دعامه وحط دعامه. فبالتالي الدهن اللي كان سادد الشريان اتزق وتحط دعامه فالدنيا سلكت فبقى يمشي من غير وجع. فبعد شويه بيقول لي يا دكتور ببص بعدها بثلاث اربع خمس شهور كده بمشي بيجي الوجع، بمشي بيجي الوجع لحد الطرقه بيجي الوجع لحد من الكرسي للكرسي. الله الله الله، راح يعمل قسطره، لا الدعامه دي اتقفلت والدعامه دي اتقفلت والشريان اللي احنا سايبينه هو اللي كويس رغم ان كان فيه دهون بس قلت، لانه طول الست شهور دول قاعد بياخد دواء دهون واسبرين، يعني الشريان اللي مشينا معاه بالدواء وسع والشريان اللي عملنا له دعامه تسده، ودلوقتي بقى مطلوب منه يعمل قلب مفتوح عشان يحط كوبري هنا وكوبري هنا. طب وليه؟ مع ان ممكن انت تظبط حاجتك بينه. واخر النصيحه انك تحافظ على صلاه الفجر وانك تحسن حالتك القلبيه النفسيه، مش كله دواء واكل. دايما لما تبقى انت هادي البال ومبسوط وبتحب اهلك وبتصلي ونفسيتك مرتاحه هتلاقي قلبك يطمئن. ربنا بيقول الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله يحصل ايه؟ تطمئن القلوب. يعني ايه تطمئن؟ يعني بالراحه والضغط يبقى مظبوط وضربات القلب بدل ما تبقى سريعه تبقى هاديه، تقوم تحافظ على قلبك. دي نصيحه مهمه. دكتور رامي استفدنا جدا من حضرتك بس للاسف وقت فقرتنا انتهى. شكرا لحضرتك يا دكتور. شكر جدا جدا. وفي نصايح كتير انا عاملها على النت، لو دخلت كتبتي نصايح الدكتور رامي اسماعيل عن القلب هتلاقيها كلها على اليوتيوب. يا رب تكون مفيده ليكم، وان شاء الله يكون في فقرات ثانيه. اكيد يا دكتور، اكيد ان شاء الله. انا شكرا لحضرتك. مشاهدينا استنونا فقره جديده من برنامجنا توك شو بالعربي، فقره بتتكلم عن صيانه الموبايلات مع شيري.